طيب فيما يتعلق بالجامعه ديال اكادير نقول انه هو تقريبا الاغلبيه المطلقه ديال المصالح الجماعيه متدخله نعم كنبداو بالنظافه كنبداو بالاناره العموميه المناطق الخضراء المصلحه ديال المراقبه مصالح المحافظه على البيئه المصالح عندها علاقه بالتنشيط الشؤون الثقافيه والشؤون الرياضيه لان كاع المصالح المصالح الحركيه الحضاريه الاشغال الصغرى هذه كلها كل مصلحه مصلحه عندها واحد الدور مهم الا بدينا مثلا بالمصلحه ديال ديال النظافه الان كاين عمليه ديال التسويه ديال الرمال هذه نقطه مهمه لان اكيد غادي نشوفوا الا سمحتي دكتور غادي نشوفوا <applause> الصور كتبين ان مجموعه من العمليات اللي كتقوم بها الجماعه الترابيه سواء من ناحيه ديال النظافه وايضا هذا الرمال اللي قلتو طيب كاين هذا هذا الاشكال ديال الرمال هذا هذا واحد المعطى اللي هو طبيعي بطبيعه الحال الرياح وربما حتى الاشغال اللي كانت دار ديال الكورنيش في معينه خلت نعم. خلات على ان يكون واحد الاثار بين قوسين سلبي فيما يتعلق بالحركه ديال الرمال وان في الوقت اللي كانوا ذوك الكتبان اللي كيذكروا ديال الاكادير كانت هي واحد النقطه اللي اللي كتخلي لواحد النوع من من الحركيه العاديه ديال الرمال وكيكون واحد التقسيم اللي هو منتظم الان صبحنا كانت تلقى بان الرمال كدوز عند الكورنيش وكدوز الجوانب ديال طبيعه الحال ديال الكورنيش وهذا يعيق الحركيه ديال المستافين وعق كذلك حتى التنظيم ديال مجموعه من الانشطه دونك هذه السنه هذه راك تفنى في التداخلات ديالها تقريبا نقدر نقول واحد 60 70% ديال الرمال اللي كانت مكدسه في الجوانب ديال كوريا شرط التسويه ديالها والتدخلات ديال هي يوميه بطبيعه الحال بالموارد البشريه ديالنا وبالاجراءات كذلك بالاليات نعم بالاليات, ديالك. بالأليات. ديالك. على مستوى النظافه راه كاين اشتغال ديال النظافه كاين تعزيز الموارد البشريه كاين تعزيز كذلك ديال اللوجستيك أه بدا يوم الجمعه ان شاء الله المقبره عندنا كذلك الاضافه ديال ما يقارب واحد 200 من الحاويات الجديده اللي غتم الاضافه ديالها على مستوى الكورنيش بالإضافة لدوك ديال المهملات على مستوى يعني المنطقه الوراء الشاطئ على مستوى الحدائق أه بطبيعه الحال شاطئ انزا كذلك يحظى بنفس الاهتمام بشاطئ ديال اكادير في الاتجاه هذا هذا على مستوى النظافه نقدروا نتكلموا كذلك على مستوى الاناره العموميه الان كاين اشتغال كان اشتغال ديال الصيانه ديال المداخيل اللي كتادي بطبيعه يعني الحال القويه ديال القويه ديال, ديال يعني الدقوية ديال الدقوية ديال ديال كثير كان كيتشكل لنا ضعف ديال الاناره في الشاطي حسب باللي لا هو دابا كاين كاين العمليه ديال الصيانه عاديه اللي كاين من الاضافه الصيانه كاين التهيئه ديال التهيئة. تقريبا الثلث الثلث الان حنا كنشتغلوا فيه هنا وقت يعني 21 يوم ان شاء الله نكملوا الاشغال م. ديال الاعاده ديال هذوك لي بروجيكتور كلهم غيكونوا بروجيكتور بالليد بمعنى غادي تقوى الاناره وغادي تعطي واحد الجاذبيه اكبر للمستفيد انه يبقى حتى لواحد الفتره يعني متاخره من الليل باش باش بطبيعه الحال من, من هذا الشاطئ وايضا غتساهم حتى في الامن والامان الجانب الامني بطبيعه الحال الجانب الامني عنده علاقه كبيره بالجوده ديال الاناره وكنظن بان هذا الامر ده حنا به